سلام، كيفكم؟ هلا بالنسبة لفيديو سريع عن أفضل المعجون تبع الأسنان لكل الأنواع. طبعا هذا الكريم الأمريكي، المعجون الأسنان الأمريكي، أقوى منتج بالنسبة لتبييض الأسنان. استخدم إنه بالأسبوع 3 مرات، يعني يوم يوم. لا تمام. بالنسبة للي بيسأل عن معجون أسنان للأطفال الصغار، يعني من 0 ل 3 سنين، هاي أفضل الماركة روكس. من 0 ل 3 سنين، يعني من الولادة ل 3 سنين. كمان هذا الروكس جونيور من 6 سنين لل 12، اللي بيسأل عن شيء انه مناسب للأطفال. اللي بيسأل عن أفضل كريم للتنظيف وللالتهابات الأسنان وللتعقيم، هاي الشركة الألمانية الميردول، هي الأفضل لكل شيء، يعني لكل مشاكل اللثة والأسنان مع بعضهم. اللي بيسأل احيانا عن شيء انه خاص باللثة الحساسة مثل ما بنسمي، تبع سانسوداين، هاي النوعية سانسوداين المكتوب عليها حساسيات، هي الأفضل. مرات في كثير ناس بتسأل عن معجون أسنان بيكون فيه الفحم او هيك شيء انه طبيعي، فهو هذا هو الشركة البلاك وود، بيستخدموا للتبييض كمان، ولكن الأمريكي أقوى منه بكثير، ولكن هذا سعر مناسب، يعني بضل أنسب من الأمريكي. بضل معنا الاخير اللي هو هذا البراندون تاكس تام كورما، ممتاز جدا لكل مشاكل اللثه والاسنان طبعا، ولكن بصف الميردول اقوى منه، هذا النوع الثاني منه. طبعا هاي ماركات بتكون خاصه بالاطفال مثل ما حكينا، مكتوب بيكون عليها الاعمار مخصصه لهم، في شيء بيكون مخصص للمدخنين، فراشة اسنان. طبعا بهم كثير انه اختيار الفراشات الاسنان المناسبه لكل لثه، اللثه الحساسه لازم تكون ناعمه او وسط، اللثه اللي بتكون الاسنان بتكون عليها تصبغات كثير يفضل تكون الفرشه خشنه. طبعا ما ننسى انه في شغلات منتجات كثير للتنظيف بين الاسنان، تكون مثل هاي الفراشه اللي مثل خيوط بين الاسنان او كخيط، او حتى تكون كفراشه صغيره بين الاسنان. ما ننسى انه في هيك شيء كمان، فرشاه بتكون دائريه، هاي بتكون لتنظيف اللسان، بيكون في لها معاجين خاصه لتنظيف اللسان. طبعا هاي الماركه جيده جدا بالنسبه لتنظيف ما بين الاسنان، للي بيكون عندهم بيعلق كثير طعام او اوساخ بين الاسنان. يعني هذا فيديو سريع للشرح عن اهم المنتجات، يعني طبعا ما شرحنا كل شيء، ولكن كان فيديو سريع لتعريف باهم المنتجات الخاصه بالعنايه باللثه وبالاسنان وبالتنظيف، مع اقوى الماركات اللي بتشتغل على تبييض الاسنان وعلى الحمايه وعنايه الاسنان.